العروسة ويا الجواب ودت عهدتي مثل الواد كيف نتمنى أتمنى تكونوا على أحسن حال إن شاء الله. اليوم جبت لكم واحد الفيديو ديال الشميعات دليلة سارة كما كيقولوا، لاد النبيتة ديالنا كما كنقولوا حنا الناس تطوان. كتعدل الشميعات مزوقين اللي كتنزلهم في الطابلة الديكور مع كديهم دي العروسة ديالنا معاها. كما كتشوفوا اليوم عندي هاد الكوموند هذا غنخدمو وأنا في المغرب في تطوان. جبارتوني انا غنشارك معكم هذا الفيديو باش نوري البنات ونوري الحاجات هيدا اللي تستفدوا منه ان شاء الله. كنتمنى نكون خفيفه وظريفه على قلوبكم ونبدا لكم بالاشياء اللي كنستعمل واللي كنحتاج. كما كتشوفوا الشمع انا كنشري من اسبانيا، جبته معايا شريته من ايكيا. الصراحه هنايا الشمع غالي بزاف، انا سقسيته تخلعت في مدينه. الشمعه صغيره على هادي، شو هادي شحال فيها يعني ديال العبر ديالها، ها هو شوفوا يعني الشمعة كبيرة. سقسيت الشمعة صغيرة عليها قلت لها شحال هذه، قالت لك 70 درهم. دابا بنات ملي عاد شريت الشمعة 70 درهم وتخدمة يعني شحال غتبيعهم؟ أنا هذه اللي ما عرفتش فهمتي. المهم صراحة الشمع في اسبانيا رخيص، المهم تشينوس كتشري هذيك 4 الأورو حتى 5 الأورو هيدا بالحق في ايكيا. بنات كتكون اوفرتا كدوسها الشمعة كبيرة 2 الأورو ونص 3 الأورو. انا عطيتكم واحد الخبرة هيدا على هاد الشميعات شحال كيعدلو. كنحتاجو هاد السسقة ديالنا هادوما، ديك الجويهرات ديالنا اللي كنزوقو بيهم. عندنا هادوما في بويوات، عندنا مذهب كحيحال ابيض خضار ابيض، هادوما بحال هادو كنحتاجو. ها هما هادوما ديك بحال الصباغه طريس دي. انا غنوريكم واحد الشميعه اللي كنت خدمتها عاود العروسه ديالي، صغارين اللي غتفرقهم بحال الدراجي، وهادوما كبارين ديالو. عندنا هاد الزواقه هادي اللي كنخرجها، انا غنخلي لكم فيديو تشمع سيتو بعد عاد عرفوا كيفاش كنخرج هادي. بعد نخلي لكم في اول كومونتير الفيديو تشمع سيتو. هاد الزواقه كنخرجها وعليها كنخدم هادشي كامل اللي كتشوفوا، كنخدم عليها هادشي كامل. بصراحه كيجيو هاد الخويت مال هادو مع التاريخ، غيجيو فهاد الشميعه صغيره، وهاد جوج كبارين كتجي فيهم الزواقه كبيره مع السنتة ديالها مع كلشي ديالها. وبالنسبه هاد الشمع كيتعدل ببلانشا، يعني هاد الزواقه غتعدل ببلانشا. باش نعدلوها تما باش ما تحرقش كنحتاجو كاغيط الزبده. هاد الفران البنات، هذا الفران كيتخدم به، واللصق اللصق تما كتعرفوا كنلصقوا به الجواهر، كنلصقوا به بزاف ديال الحاجات. الحاجه كنبداو بها غنفتحوا الشمع ديالنا وغنقطعوا هاد الزواقات هادو اللي عندنا باش غادي نلصقوهم في الشمع باللصق عادي، عاد غنعملوا لهم بلانشا باش يتفيكسوا في الشمعه باش ما كيبانوش مره. انا غنوريكم الطريقه وبقاو مع الفيديو.
شوفوا حبايبي، وصلنا لاخر الفيديو. كنتمنى يكون عجبكم هذا الفيديو. اللي باقي ما شاركتي معايا في القناه ديالي وشافت كيعجبها هذا الشيء اللي كنعدل، وباقي غنزيد ان شاء الله نشارك معكم الحاجات اللي كنعدل، ما عليها غير تضغط زر على الجرس باش يبقى يوصل لها كل جديد ان شاء الله. وما تنساوش البنات لايك 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 باش يبقى يوصلكم كل جديد ديالي. مع السلامه، فيديو قادم ان شاء الله.